تلقينا دعوة من الاتحاد التركي للجودو مشاركتنا ببطولة سقارية الدولية. طبعا نحن شاركنا ب 27 لاعب. في اليوم الأول حصلنا على 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات. طبعا نحن الميداليات حققناها بفئة البراعم وفئة الصغار. فزت بالتجارب وشاركت ببطولة سقارية الدولية، وأنا هاي أول مرة بشارك ببطولة خارجية. حماسة كان كتير كويس، والبطولة كمان كانت رائعة، والجمهور يعني نحن ما عندنا هيك جمهور مثل هن، ما عندهم مشجعين، ولعبت مع واحد لعبه متوسط يعني، والحمد لله أخذت المركز الأول. طبعا نحن عم شارك بطولة سقارية الدولية، هي النسخة رقم 11. تقام بطولة سقارية كل سنة. شاركنا العام الماضي بالنسخة رقم 10 وحققنا 9 ميداليات، 6 ذهب، 1 فضة، 2 برونز، واحتلينا المركز الأول بالبراعم والمركز الثالث فئة الصغار. السنة هي كمان شارك منتخبنا الوطني للفئات العمرية. طبعا نحن عم شارك فئات البراعم، الصغار، الأشبال والناشئين. طبعا الفريق عم يتشكل من الشمال السوري المحرر، وهي فخر لنا انه نحن عندنا منتخب سوري حر عم يشارك البطولات الدوليه ويرفع علم الثوره. يعني هذا قليل بحق الثوره السوريه ودماء الشهداء. امبارح كانت المشاركه تبعنا فئه البراعم، حصدنا على 4 ميداليات، 1 ذهبيه و1 فضيه و2 برونز. وشاركنا فئة الصغار كمان، حصلنا على المركز الثالث بالترتيب العام، وحصلنا على 4 ميداليات، 2 ذهب و2 برونز. أنا صار لي 2 ووحدة شاركت فيها مركز أول، واللي قبلها جبت مركز خامس على الوزن 30 كيلو جرام فئة براعم. شاركت في تصفيات عزاز وقدرت أجيب المركز الأول، وشاركت في بطولة سكاريا الحمد لله بفضل الله ثم بفضل مدربي أحمد الشرم حققت المركز الأول.